هذه أول مشاركة لحزب تاج، والأكثر من ذلك أنه الحزب دخل بقوائم في كل ولايات الوطن بالتوقيعات. لدينا بحسب الإحصاءات الأولية والتقارير الأولية أننا قريب أكثر من 100 بلدية تحصلنا فيها على المرتبة الثانية. هذا معناه أننا نكون قاب قوسين أو أن نتحصل على هذه البلديات، وهذا شيء يشرف الحزب ويشرف مناضلي الحزب ويشرف كذلك المواطنين الذين التفوا من الحزب. الآن احنا راضين بهذه النتيجة، نقول أنه هذه العملية الانتخابية بالرغم من تجاوزات المعزولة والاختلالات المعزولة والتنافس الحاد الذي كان في بعض البلديات يؤدي إلى خصومات ونزاعات، إلى أنه بالرغم من هذا أنه الانتخابات جرت في ظروف عادية.